كي لاحظوا الاسم المضاد اللي قاده محمد الزريد، اعطى الكره لاسيست وسددها، وهذه تحسب للحارس محمد باعيو، سددها لكن ليست بتلك القوه وذلك التوطير اللي يمنح الهدف للراشد. محاوله خطيره خطيره، ساكر للجيش الملكي في حدود الدقيقة 69، يخطف جوزيف كيدي كنادو، ضيع الرشا رياضي ويعاقب الجيش الملكي بهدف في حدود الدقيقة 69، هجمة خاطفة للرشا رياضي لم يستغلها، ثم جات الخاطفة من جانب الفريق العسكري، كرة في العمق، هذا المرة يتفوق على عبد الرحيم الشاكير، يرفع بالتميز بطريقة شبيهة في مرمى محمد معايو، تصبح النتيجة 1-0، تصبح 1-0. شوف لقطة على مستوى الدفاع، لا إلياس الحداد ولا عبد الرحيم الشاكير، مع لم يتمكن من إهداف.